أهداف المسطرة هي بكل وضوح وبكل بساطة هو المحافظة على التراث وعدم تبخيس التراث والاحتفاء بالفرح كما ذكرت، وفرصة كرنفال بالمون كرنفال الدولي لأكادير هي فرصة سانحة لنبين أن هذا المولود الثقافي المغربي الأصيل تورثناه أبا عن جد. وبطبيعة الحال نحن لا نعيش في جزيرة، وحيث أن العولمة تفرض أحيانا مسايرة بعد المستحدثات، فلا بأس أن تكون هناك نوع من العصرنة، ولكن يبقى الأساس هو نفسه، أي المحافظة على التراث المغربي كما ورثناه عن أجدادنا وأسلافنا. أنا كنظن بأنه واحد العرس بحال الكرنفال هو انفيتاسيون بور تو الموند. كنظن بأن اليوم كتنسيق مع جميع الفرق ودار واحد الاستمارة في لوليان، أي واحد كيدخل كيشارك كيبعث بدوك المتطلبات بالنسبة للمستوى ديال الكرنفال أو الإدارة ديال الكرنفال، ثم يمكن أي واحد يشارك على مستوى أكادير على مستوى الشراء إنزكان إيمينتانوت، لما لا يجيو من صفرو يجيو من طنجة، ما كاينش حتى شي إشكال، بما أنه كاين واحد الميثاق شرف اللي كيتحدد بالمشاركة وكيحترموا هذا الميثاق الشرف وهذا الشخص، اي واحد ممكن اللي يشارك غير باحترام كما قلنا هذا الميثاق الشرف ايفيكتيفمون ما يسمى بال يعني الدعائم ديال الدولة ديالنا اللي يعني كتدخل في هذا السياق ديال الثقافي والمرور الثقافي والإشعاع ديالو.